لا حاتم ما وصلش العالمية، حاتم وصل لقلوب الناس في المغرب وبدا كيتوسع هادشي من خلال المغرب اغاب وشويه في الخليج، ودابا كنقلبوا غير على الاغاني تنجح، فما كتسناش العالميه ولا جات مرحبا بها. انا بيني وبين سعد صداقه ديال سنين، الجمهور ديالو كنحترمو، بغى كيشوفني ان ما يمكنش، انا ماشي انا اللي كنت كريتيكا، راه الكره الارضيه كلها كانت كريتيكا. شكرا لاي جمهور ديال اي فنان، وحنا اليوم فرحانين مع الفنانين كاملين حاضرين معايا اليوم. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.